أبدأ معك سيد تانوس، من تصريحات رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف والتي قال فيها لا توجد عقوبات قادرة على تقييد التنمية في روسيا، هل الواقع يقول ذلك سيد تانوس؟ أتردد في الإجابة عندما يكون معنا زميل من روسيا، ولكن يمكنني أن أخبرك بأن وجهة النظر الخاصة بالعقوبات من هنا. ننظر إلى الحقائق. 300 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي جمدت الواردات والصادرات، المواد المطلوبة لمعظم الصناعات جمدت. البنوك الروسية انقطعت عن النظام النقدي العالمي، هذا له أثر بالتأكيد. من ناحية أخرى، روسيا لا تزال تبيع الكثير من النفط، وهذا ساعد في دعم الاقتصاد، ولكن لا شك بأن كلما استمرت هذه العقوبات كلما زاد الوضع صعوبة. دعني أوضح بأن 37 دولة انضمت إلى الولايات المتحدة لفرض العقوبات على روسيا بسبب الغزو غير المبرر لأوكرانيا. ولكن سيد تانوس، ما تقوله ربما ينافي التقارير الاقتصادية من روسيا والتي تحدثت على خلاف ما تذكر، هناك نمو في الإيرادات، الحساب الجاري في تصاعد، وأيضا حجم الصادرات قد تزايد خلال فترة الحرب. كيف يمكن تبرير ذلك سيد تانوس؟ هذا بسبب صادرات النفط، لأن روسيا لا تزال لديها القدرة على تصدير النفط، وهذا يخفف من حدة العقوبات. لكن لا نتحدث عن تأثير العقوبات على جوانب أخرى في الاقتصاد، حيث لم تستطع تلقي العديد من البضائع والاحتياجات الخاصة بالصناعة. على سبيل المثال، الروستيك، المؤسسة الدولة والتي لديها أكثر من 800 مجمع صناعي، متوقفة في البلاد بسبب نقص في الإمدادات، وبالتالي هذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.